وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت عمتي المتوفية بتعطي بناتها ذهب، وأنا كمان أعطتني سلسلة كبيرة من ذهب وفيها قلادة، وكانت تقيلة وجميلة، متزوجة وعندي أولاد ولا مجال للحمل. بتدي لبناتها ذهب. الذهب في الرؤية كرب، الذهب في الرؤية كرب. فحتى ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو ان لابن ادم وادي من ذهب لتمنى ان له واديان ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. ايه اللي جاب التوبه عند الذهب؟ ان محبه الذهب من محبه الدنيا، ومحبه الدنيا راس كل خطيئه. فبتدي ولادها ذهب، فولادها مكروبين حقيقه، مهمومين حقيقه. وانت حضرتك مهمومة ومكروبة لرؤية برضو عمتك المتوفية في المنام. طيب، بتديكي قلادة وكانت تقيلة وجميلة. عايز اقولك السلسلة في الرؤية برضو كرب، السلسلة في الرؤية كرب. فربنا يصرف عنا وعنكم الكرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. حلمت إني كنت في مطار وكأني ذاهبة لسعدية، وكانت امرأة مجهولة مرتدية أسود مع زوجها مرتدي قميص أبيض وابنهم بيلعب. كنت جالسة نظرة إلى السماء، رأيت قمر وكانت شجرة طويلة كأنه كان الصبح، وأخرجت هاتفي القديم عزباء. حلمت إن أنا كنت في المطار، والمطار ده محطة الانتقال. يبقى رؤيتك فيها انتقال في حالك من حال الى احسن الاحوال، بس المساله مساله وقت. لكن انت في المطار، انت واقفه في المحطه، في محطه الانتقال. والرؤيه بتحمل لك بشاره بالسعاده، لوجود سعديه معاكي في الرؤيه. المراه بقى المجهوله المرتديه اسود، لعلها الدنيا، لعلها الدنيا. وزي ما قلنا ان ربنا عز وجل بيسألها يوم القيامة: اين ازواجك؟ اطلقوك ام ماتوا عنك؟ تقول: بل كلهم قتلت. طيب، النظر الى السماء دليل على استجابة الدعاء: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. رأيت قمر، القمر في الرؤية خطيب للعزباء، والشجرة الطويلة عمل صالح أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأخرجت هاتفك القديم، بمحطة الانتقال بتاعتك مع واحد أنت عارفاه من قديم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.